عرض مسلسل الدراما والفانتازيا صراع العروش في 17 أبريل من سنة 2011، وبسبب الشعبية الكبيرة التي حصل عليها المسلسل تم الاستمرار في إنتاجه حتى الموسم الثامن من سنة 2019. يحكي المسلسل قصة 7 عائلات تتصارع للسيطرة على العرش الحديدي للممالك 7. تعالوا معنا لنشاهد كيف أصبحوا أبطال مسلسل صراع العروش بعد 12 عاما من عرضه. الممثل الأمريكي من أصول تشيلية بيدرو باسكال هو من مولد سنة 1975. بدأ مسيرته الفنية منذ عام 1996، اشتهر في مسلسل صراع العروش بدور أوبرين مارتل. عارض الأزياء والممثل الأمريكي جايسون موموا هو من مولد سنة 1979. بدأ رحلته مع الفن منذ سنة 1984، اشتهر بدور كارل دروغو. المنتج والممثل الأمريكي بيتر دينكلاج هو من مولد سنة 1969. بدأ مسيرته الفنية منذ سنة 1991، اشتهر كثيرا بعد مشاركته في مسلسل صراع العروش بدور تيريون لانستر. الممثلة البريطانية ناتالي دورمر هي من مولد سنة 1982. بدأت مسيرتها الفنية منذ سنة 2005، اشتهرت بدور مارغاري تيريل. الممثل الإنجليزي شون بين هو من مولد سنة 1959. بدأ مسيرته الفنية منذ سنة 1981، اشتهر بشخصية إيدارد ستارك. الممثل الإنجليزي كيت هارينغتون هو من مولد سنة 1986. بدأ مسيرته الفنية منذ سنة 2008، لعب دور جون سنو. الممثلة البريطانية لينا هيدي هي من مولد سنة 1973. بدأت مسيرتها الفنية منذ سنة 1992، لعبت شخصية سيرسي لانستر. الممثلة الإنجليزية ناتلي إيمانويل هي من مولد سنة 1989. بدأت مسيرتها الفنية منذ سنة 2006، مثلت شخصية مي ساندي. الممثل الإيرلندي جاك غلينسون هو من مولد سنة 1992. بدأ مسيرته الفنية منذ سنة 2002، لعب دور الملك جوفري براثيون ورشح لعدة جوائز عن أدائه هذا الدور. عارضة الأزياء والممثلة الإنجليزية إيميليا كلارك هي من مولد سنة 1986. بدأت مسيرتها الفنية منذ سنة 2009، اشتهرت في مسلسل صراع العروش بدور دينيريس تارجارين. الممثلة الإنجليزية صوفي تيرنر هي من مولد سنة 1996. بدأت مسيرتها الفنية منذ سنة 2011 في مسلسل صراع العروش بدور سانزا ستارك. الممثلة البريطانية ميسي ويليامز هي من مولد سنة 1997. بدأت مسيرتها الفنية منذ سنة 2011 في مسلسل صراع العروش، ونالت شهرة عالمية بسبب دورها الفتاة المسترجلة أريا ستارك. الموسيقي والممثل الإنجليزي توماس سانجستر هو من مولد سنة 1990. بدأ مسيرته الفنية وهو طفل صغير منذ سنة 2001، اشتهر بشخصية جورجين ريد. الممثلة البريطانية بيلا رامزي هي من مولد سنة 2003. بدأت مسيرتها الفنية وهي طفلة منذ سنة 2011 في مسلسل صراع العروش، اشتهرت بشخصية ليانا مورمونت. الممثل الاسكتلندي يان غلين
هو من مولد سنة 1961. بدأ مسيرته الفنية منذ سنة 1984. اشتهر بشخصية جورا مورمونت. الممثلة الألمانية من أصل تركي سيبيل كيكلي هي من مولد سنة 1980. بدأت مسيرتها الفنية منذ سنة 2003، كما سبق لها العمل كممثلة إباحية سابقا. اشتهرت بشخصية شاي. الممثل البريطاني جون برادلي هو من مولد سنة 1988. بدأ مسيرته الفنية منذ سنة 2011 في مسلسل صراع العروش. اشتهر كثيرا في العالم بعد أدائه شخصية سامويل تارلي. المخرج والممثل الإنجليزي تشارلز دانس هو من مولد سنة 1946. بدأ مسيرته الفنية منذ سنة 1970. مثل شخصية تايون لانستر. الممثل الإنجليزي إسحاق هيمبستيد هو من مولد سنة 1999. بدأ مسيرته الفنية منذ سنة 2011 في مسلسل صراع العروش. لعب دور بران ستارك. الممثلة الإسبانية أونا تشابلين هي من مولد سنة 1986، وهي حفيدة الممثل المعروف تشارلي تشابلين. بدأت مسيرتها الفنية منذ سنة 2007. لعبت دورة ليسا ستارك. الممثلة الإيرلندية ميشيل فيرلي هي من مولد سنة 1963. بدأت مسيرتها الفنية منذ سنة 1988. اشتهرت بشخصية كاتلين ستارك. الممثلة البريطانية الحسنة إيلين باول هي من مولد سنة 1990. بدأت مسيرتها الفنية منذ سنة 2010. اشتهرت بشخصية بيانكا. الممثل البريطاني مارك إيدي هو من مولد سنة 1965. بدأ مسيرته الفنية منذ سنة 1987. اشتهر بدور روبرت باراثيون. المغنية والممثلة الإنجليزية هانا ودينغهام هي من مولد سنة 1974. بدأت مسيرتها الفنية منذ سنة 2002. لعبت دور سيبتا أونيلا. عارضة الأزياء والممثلة البريطانية إيسمي بيانكو هي من مولد سنة 1982. بدأت مسيرتها الفنية منذ سنة 2007. اشتهرت في مسلسل صراع العروش بشخصية روز. الممثل الإنجليزي ألفي آلين هو من مولد سنة 1986. بدأ مسيرته الفنية وهو طفل صغير منذ سنة 1998. اشتهر بدور ثيون جراجوي. الكاتب والمنتج والممثل الدنماركي نيكولاي كوستر هو من مولد سنة 1970. بدأ مسيرته الفنية منذ سنة 1993. واشتهر بدور جايمي لانستر. الممثلة الاستكلندية روز ليزلي هي من مولد سنة 1987. بدأت مسيرتها الفنية منذ سنة 2005. اشتهرت في مسلسل صراع العروش بدور ياغريت. الممثل الاستكلندي ريتشارد مادن هو من مولد سنة 1986. بدأ مسيرته الفنية منذ سنة 1999. اشتهر عالميا بدور روب ستارك. الممثلة الهولندية كاريس فان هوتن هي من مولد سنة 1976. بدأت حياتها الفنية منذ سنة 1997. لعبت دور ميليساندرا. الكاتب والمنتج والممثل الإيرلندي أيدان جيلين هو من مولد سنة 1968. بدأ مسيرته الفنية منذ سنة 1980. اشتهر كثيرا بدور اللورد بيتر باليش.
Run free and dive into the sky. Hear the wind crying.